السلام عليكم. عندنا رياضيات أول متوسط، تدرب وحل تمرينات صفحة 48. إذا علمت أن المساحة الكلية لمتوازي السطوح المستطيلة تساوي 13 سنتيمتر مربع، وأن المساحة الكلية له تحت تأثير تمدد تكبير تساوي 52 سنتيمتر مربع، احسب مقدار معامل التمدد. هنا أنا بالسؤال رايدين تمدد المساحة الكلية، مقدار تمدد المساحة الكلية. زين، منطيني تي اي المساحة الكلية شقد؟ 13. زين، والمساحة هاي المساحة الكلية هسه بدي اسويها تمدد تي اي فتحة، يعني تمدد نقطة جديدة، يساوي لنا 52. 52 يعني 13 هاي قبل التمدد و 52 بعد التمدد. هذين الرقمين راح ارتبهن، راح اقول تي اي فتحة نقطة جديدة يعني مع التمدد تساوي لنا كي تربيع التمدد مال من التمدد مال المساحة الكلية تي اي، وين تروح؟ تذهب الى شنو؟ 52 تساوينا كي تربيع في 13. هسه احول الكي اطلعها برا والارقام اريدها واحد. شنو اقول؟ الكي اطلعها برا، هاي الكي اطلعها برا، هذا حرف ما اريده. أقول 52 الأرقام واحد والمعامل واحد، 52 على 13 أختصرهن راح يطلع لي 4، يساوي لي 4. هاي الأربعة إلها جذر، الأربعة كي، إذن شو سوي لي كي؟ طلعت لي كي تساوي لي 4، كي تساوي لي 4. زين، هاي الأربعة أسويها جذر، أجذرها. الأربعة منين جاي؟ من 2 في 2، إذن كي تساوي الاثنين. عشان هالاثنين معامل تمدد، معامل تمدد. وشكرا.